لما بقول مجزرة جنرالات أنا بعرف إيش بقول. هاي وبالاسم كل واحد اسمه وكل واحد وظيفته في الجيش الإسرائيلي. علشان بقول هذا الكلام لأنه يعني ماله دماغتنا قبل الحرب إنه الجيش الذي لا يقهر وإنه هدول يعني إسرائيليين معاهم أحدث الأسلحة وأكبر الترسانات العسكرية. أنا بقول هذا الكلام يا إخواننا لأنه يجب أن نتذكر هذه الأشياء، نتذكرها مش عشان إحنا بس، عشان أطفالنا، عشان أقول لهم لهؤلاء الأطفال إنه هذا الجيش مش بعبع. والله في شيء واحد، إذا كان هذا الجيش بيطبع بعض الناس، بيخوف بعض الناس، بيرهب بعض الناس، فالثورة الفلسطينية لا بتخاف ولا بتترعب ولا بتضبع، بتخوف وبترعب وبتطبع. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. لا sorry to say you want me to treat our people as animals. No, not at all. I can't permit for you to speak with me in this language. Sir, I merely asked the question. I can't. You have to remember why they had moved. The visit of Sharon to our very important and religious place for the whole Muslims. And I was trying before this visit with Barak in his house. We were together. Yes, Abu Mazen? Yes, Nabil? Yes? In his house, and I asked him, please, not to let Sharon go to visit. لا أنا بقول لهم شهيداً.